سابقة سألني سائل بالأسلوب الآتي، وهو إن المشركين أو الكفار لا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وبينا إن الحق والصواب الذي نطق به الكتاب إن جميع الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم فكرت في هذا السؤال لعل السائل فهم معنى إيمانهم بتوحيد الربوبية أن هذا الإيمان إيمان ينفعهم، لعله فهم هكذا واستغرب وقال كيف يقال إنهم يؤمنون بربوبية الله تعالى وهم يكفرون بالرسل. لإزالة هذه الشبهة أعود إلى الجواب فأقول الإيمان بربوبية الله تعالى لا يجدي ولا ينفع، ولو آمنت بالنبوات وبالأمور الغيبية وآمنت بربوبية الله تعالى واعتقدت جازما بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، لكن لم تؤمن بتوحيد العبادة، أي لم تفرد الله تعالى بالعبادة، نغير الأسلوب، لم يفرد الله تعالى بالعبادة بل أشرك يدعو مع الله غير الله، واستغاثته بغير الله ونذره لغير الله ويجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ولا يذكر الله تعالى عند الشدة، هذا لا ينفعه إيمانه بأن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره. هذا معناه آمن بتوحيد الربوبية وكفر بتوحيد العبادة. التوحيد الذي ينفع أن تجمع بين الإيمان بربوبية الله تعالى وبين الإيمان بالألوهية مع الإيمان بالنبوات وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يقع فيه عوام وجهال المسلمين اليوم من الإشراك بالله تعالى عند الشدة على خلاف ما كان عليه المشركون الأولون الذين يوحدون الله تعالى إذا ركبوا الفلك وعند الشدة، وعلى خلاف من ذلك يقع من كثير من المنتسبين إلى الإسلام الآن عند الشدة يلجؤون إلى غير الله، وهذا شرك أكبر. إنما البحث هل يعذرون بالجهل أو لا يعذرون هذا بحث آخر، ولكن الحكم بالنسبة لمن لا يؤمنون بتوحيد العبادة أي يناقضون قول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وألا تناقض لا إله إلا الله بعمالك بالسجود لغير الله بالنذر لغير الله بالاستغاثة بغير الله، هذا يناقض لا إله إلا الله والإعراض عما جاء به محمد رسول الله بالكلية يناقض لا إله إلا الله، والسخرية بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يناقض لا إله إلا الله. إذن الإيمان ليس مجرد التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله دون معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وليس الإيمان مجرد الإيمان بربوبية الله تعالى، بل الإيمان أكمل من ذلك، فينبغي الاهتمام بهذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف في شيء ما شرح قبله إنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا شرحنا هذا؟ شرحنا شرحنا.
مشروع. طيب بسم الله. قال المصنف رحمه الله.